اسم درويش ده طول ما هو ملازمني الدنيا هتضيق عليا ومش هعرف اخرج من الحفره دي ابدا. دلوقتي اسم درويش هو اللي نجبك؟ مش ده كان طوق نجاتك زمان لما كنت هتغرق في السجن؟ كان زمان طوق خفيف يطلعني لفوق، دلوقتي بقى دبشه تقيله على صدري لو ما فكيتهاش وحلتها هيخلص نفسي وهتغرقني. يا سلام، بس كده؟ انسى درويش خالص، مفيش اكتر بالاسامي. انت تفتح دليل التليفونات وتلاقي الاسم اللي انت عايزه والتاتش يظبطهولك. انت بتستقبل تقول ايه يا ماهر؟ زمان لما بدلنا اسم درويش الله يرحمه باسم فضل، ترتيب ربنا هو اللي طلع روحه. ساعتها كان عايز يفك من السجن، دلوقتي هنعمل ايه؟ نقتل لك قتيل عشان تاخد ورقه؟ الله، ما تقتل له قتيل يا اخي، خسارة في ايه؟ ده صاحبنا برضه. اهدوا بس يا جماعة، مش هو ده اللي بفكر فيه. أنا استكفيت إن أعيش بأسماء ميتين. أنا حلي إن أرجع الاسم اللي مات على الورق، حلي إن أرجع فضل الغول من تاني. بسيط، رجعهوله قال. أنت بتقول إيه يا عم الحاج؟ ولما ترجع فضل تاني هتعمل إيه؟ ده كان عليه قضية قد الداهية، وبعدين الله يقطع عليها بقضية تانية، هروب من السجن وتزوير في أوراق رسمية. يعني لو رجعت فضل هتحط الحديد في رقبتك، يبقى استفدت ايه؟ ده بقى اللي انا عاوزكم فيه. عشان ارجع فضل الغول من تاني يبقى لازم اشيل حاجة من على كتافي، وعشان اشيلها لازم اثبت ان زهير الملاح كان موجود. البنت رضا بقالها قد ايه ما جاتش؟ بقالي كتير بدور على رمج عشان اعرف اغسله. طب ممكن تديني القهوة الأول؟ حاضر يا خالي، اتفضل. دور واغسله. يا أخي أنا مش عارف ليه متهيألي كده إن أنت جاي تتضايف، مش جاي عشان تبلغني بإيه اللي حصل، لا. أنا مش القصد يا خالي، أنا بس قلب عليك. لا يا أخويا، خليك قلبك على الشغل، الله يخليك، ما تخنقنيش بقى من أولها، ها؟ اتفضل، اتفضل قول. ماشي. اللي توصلت له لحد دلوقتي ان امجد الديب رجع مصر 2006 كرجل اعمال، وكان معاه توكيل عربيات صيني كانت بتتباع برخص التراب، وبعد اقل من سنه وقع توكيل عربيات كبير الماني من صاحبه، امجد هو اللي اصطاده. والتوكيل الالماني استغنى عنه ولا امجد اللي هبش فيه؟ لا، اللي باين قدامي ان الراجل سابه بكيفه مع انه كان معاه لمده 15 سنه. ماشي، غيره؟ في 2009 بقى بدا يلعب في العقارات، وده بقى البيزنس الاساسي بتاعه. لوحده ولا معاه حد عصام؟ لا، كان لوحده، محدش كان يقدر يقرب من العقارات. انما ما كانش عنده مانع يشارك في اي حاجه، سلاسل سوبر ماركت، فنادق، محطات فضائيه. وبعد شويه لمس مع الحزب الوطني وكان هيدخل الانتخابات، وبعدين في الاخر تراجع. طب كان ايه قبل كده؟ كان بره. المثبت في الاوراق عندي انه ساب مصر لليونان سنه 90 ورجع من قبرص 2005. تاريخ يا عصام، عايز اعرف تاريخ سفره لليونان سنة 90 يا عصام. انا ما ركزتش في التاريخ بالظبط، لكن كان في شهر اكتوبر. شهر اكتوبر؟ معنى كده انه بعد قضية وحادثة فضل بحوالي شهر تقريبا. طب لو فرضنا ان كلام فضل مظبوط، تفتكر إن الواحد يقدر ياخد تأشيرة اليونان في خلال شهر؟ تقصد إيه؟ أقصد يعني إن مش من الصعب إن هو يكون خد التأشيرة، أو بمعنى أصح ضربها. الصعب إزاي؟ صعب طبعًا. بذمتك ما أنتش مكسوف من نفسك يا عصام؟ يا ابن أختي بقيت ظابط ورائد وتقول لي على حاجه صغيره بالشكل ده صعبه؟ يا عصام عيب كده، ما تخنقني يا عصام. يا خالي يا خالي، ما كانش هيبقى صعب لو احنا بنشتغل بشكل رسمي، لان احنا واحنا بندور الخارجيه هتدخل في الموضوع وهنتصل بالسفاره اليونانيه. ما تنساش ان احنا بنتكلم عن شخصيه عامه.
وما ينفعش يتخربش وايدينا فاضيه. يعني مستحيله يعني؟ مفيش حاجه مستحيله، بس واحنا بندور بشكل ودي اكيد الموضوع هياخد وقت. العلاقات يا حبيبي بتقصر الوقت. مستر امجد، في حد بره اسمه صبحي وعايز حضرتك ضروري. ايه صبحي ده؟ بيقولوا انه من طرف فهيم. اه طب خليه يدخل. حاضر يا فندم. اتفضل. مساء الفل يا امجد باشا. نعم. انا عارف ان مفيش سابق معرفه ما بيني وما بين سعادتك، بس المستجدات حكمت بالمقابله يا باشا. اختصر. انا لا مؤاخذه، البطاريه اللي كانت بتنور عين فهيم على عربيه الترحيلات. بطاريه؟ كلمه الفارغ ده. حلمك عليا يا باشا. أنا جايلك بحاجتين يا باشا، بخبر ونصيحة. الخبر يا باشا إن فهيم وقع، والنصيحة يا باشا إنك ما تلقفوش. بس إيه رأيك بقى؟ أنا معرفش حد اسمه فهيم. ما هو ده المطلوب يا باشا، ده أمن وطني سعادتك، واللي بيقضوا فيهم بيقرطموا له أسنانه. أما حسابي بقى اللي عند فهيم أنا مش عايزه، أنا هسيبه عربون محبة لسعادتك، عشان انا بصراحه عايز اكسب سعادتك. ورقمي هسيبه عند السكرتيره بره يا باشا، انا متاكد يا باشا انك هتحتاج له. السلام عليكم. اخلص 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 يا فهيم، وقت من الاخر مين وراه؟ ساعتك انا مش هتكلم الا قدام المحامي بتاعي. انت فاهم غلط والله يا ابني، البق ده متقال في الافلام الامريكاني. هنا الموضوع مختلف تماما. وبالنسبه لك مش زي زمان. ما هياش حيزه سلاح بدون ترخيص ولا تسهيل بهاره. يعني المحامين بتوع زمان غلابه. بص انت بعد ما تخرج من هنا ده، ان خرجت يعني هتطلع على نيابه الامن الوطني العليا طوارئ. عندك محامي سد فيها؟ طب سعادتك انا من حقي اعمل مكالمه تليفون. طب نفهم البني ادم تاني. بص يا ابني، الخطوط هنا كلها مقطوعه، انا عايز اساعدك. بص يا فهيم، من الاخر انت بالنسبه لي قضيه خلصانه وعليها ترقيه. مظبوط متلبس بمحاوله تحرير ارهابي، اعدام وش. يعني امنيه حياتك انك تعيش في السجن بقيه عمرك، انك تقول انك مجرد يد بتنفذ لحساب حد تاني. لسانك تقل ولا ايه؟ محتاج تكون صديق؟ طيب نقول خيارات، امجد الديب مثلا. ها؟ اظن ان انتوا حبايب، بينكوا وبين بعض اكتر من 20 مكالمه في ال 24 ساعه اللي فاتوا. انتوا حبايب ولا في حد تاني؟ شغلانتنا دي فيها ثلاث سكك مالهمش رابع. السكه الاولانيه سكه التيك اواي، حد يضرب ورقه باسم اي حد يقضي بيها مصلحه، جواز، بطاقه، وبعد ما تخلص المصلحه يرميها. السكه الثانيه سكه الظل دي اللي انت مشيت فيها، حد يموت على الورق ويعيش بورق واحد تاني ميت. السكة التالتة اسمها السكة الجحدة، بني آدم تتقطع جذوره من على الأرض كأنه ما كانش موجود، ويتولد تاني شطاني بس من غير جذور. تفتكر بقى يعني هي دي السكة اللي مشي فيها زهير لما كانوا بيدوروا عليه زمان وما لقوش ليه أي أثر؟ أعتقد آه، لأن السكة دي الورق بتاعها ما بيشاورش على أي حاجة. طب اللي يدور على حاجة كده كأنه بيدور على شبح. الناس تقول آه عارفينه، والحكومة تقول لأ ما عداش علينا. ليك في الشغلة دي يا خليفة؟ بقول لك اسمها السكة الجحدة. ده منظر واحد يمشي في السكة الجحدة؟ طيب خلاص خلاص. أمال يعني
مين يكله في الشكة دي؟ معلمين كبار قوي ديهم طايلة. تعرف حد منهم؟ اعرف كبيرهم. الله انت بتطول عليا بتاح يا سيدي. قاعدين في التراب بس قاعدين كويسين. اقطم بقى عن ابو اللي جابك عيل غتت. فكيت حصر سعادتك؟ انا تمام. تبلى نهمه من هنا. يلا يلا كام؟ 122. ده عطال كهرباء ولا ايه؟ سمعت اللي انا عندنا من امبارح. اتفضل. شكرا. الو؟ يا باشا. نعم. لا ما انا مش هينفع اقول اسمي. والمصحف ما هينفع يا باشا. اصل انا لو قلتهولك انت مش هتفهمه. ثانية واحدة يا باشا ما تقفلش الخط. هقول لك بس. انت لو عايز تعرف مكان الارهابي درويش عبد ربه فين؟ انا عارف مكانه. اهلا اشرف بيه. ايه المفاجاه دي؟ يا رب بس تكون مفاجاه سعيده. طبعا يا باشا. المفروض ان انا اجي عشان ابارك لك انت وكريم بيه بعد القبض على الراجل. ايه ولا يهمك يا سيدي. الاهم جاي كتير. اعرفك انا من الاصاص شريكك. طبعا. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك. الف سلام. الله يسلمك. عيال ولاد حرام ثبتوني على الدائري وضربوا عليك نار وسرقوا العربيه وحطوها عند شيت القطر والعربيه اتفرمت. فعلا هي العربية راحت. تصدق زعلتني. انت عارف انا كنت لسه بسأل حازم يدفع لنا فدية ونخلص العربية دي. اصلها عزيزة عليا قوي. فداك يا سيادة الرائد. مش الباشا لما ساب المخدرات كان رائد برضو. بس وانا في سنك كده. مش الباشا برضو رائد؟ بس انا لسه مش مستعجل. بس متوقع ان القضية اللي في ايدي ديت هاخد منها ترقية. ان شاء الله يا باشا. ربنا يوفقك. قولي صحيح يا باشا انتوا معرفتوش مين التنظيم اللي ورا الارهابي ده؟ حازم باشا احنا لسه بنقول يا هادي بس لسه اتحاد كتير والاحراز اكتر. الله يعينكم يا باشا. قولي بقى تشرب ايه؟ ولا اي حاجة. انا كنت بس جاي اتعرف على ادهم باشا واديني اتعرفت. حبيبي اهلا بيك. عايزك بقى تعدي علينا. احنا موجودين هنا على طول. اكيد بس هستناك انت بقى ترد الزيارة وعن قريب. سلام عليكم. بس حازم بس عايزك دقيقة بعد اذنك. طبعا يا باشا اتفضل. طبعا سيادتك كنت عارف انا جايلك ليه النهارده. هو صحيح مفيش اي حاجه رسميه وخصوصا بعد ما شريكك رحم المحضر في الاسم بسرقه العربيه. بس ده مش معناه ان موقفه سليم. اشرف باشا انا مش عارف انت بتتكلم عن ايه. فعلا مش عارف؟ نصيحة مني بقى خلي بالك من شريكك لأن هو عارف هو بيعمل كويس أوي. على إذنك.